عنك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب. حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. والعبرة مش بالكترة واللي راح ومش راجع، عبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب. وينك يا جنان ما عم تحكيني؟ قلبي عم يغلي. الله معك يا سعد. اهلين خواجه شايبوب، منور المحل. قوم شل لي هالاغراض لبرا وطلع لي معلم. طلع لي تصفي معك. ليش مش منقي صحاره الكوسا؟ عم نشتغل شوي جوا. شو الوضع؟ منيح. دخلك؟ لا مش عم تيجي تنام عندي. والله عم نام بهالمحل يا شباب. بالمحل؟ ايه والله. عم بحط الخضرة برا حتى ما ضل فوت وطلع الصناديق. بعدين البلدية عطتني اذن. إذا هيك معذور. عم بلهيك شيء مشغول؟ لا لا أبدا. شفتك عم تطلع على شاشة التليفون، عم تحكي مع حدا؟ لا صراحة كنت ناطر زبون يدق لي بس هيئتها غيرت رأيها. إيه عاد. فينا نقعد شوي ونحكي على رواتي. أكيد خير. قل لي شو بك. هلأ بنحكي. دوق هاي. مرحبا على سعد. ألان كيفك؟ الحمد لله. بسم الله شو هالطباع اليوم حبيبي. تفضل. أجد الرأي عندك؟ قد ما بدك. بلاش للأوادم. من هونك الكيسة مو معروف عندك؟ تكتر معينك. أمين. فضل ارتاح شوي بس لخلص مع الأستاذ. خد وقتك. حسون. سعد لسه شو هرسم. معلم.
قدمنا طلب الاستئناف والقاضي عين الجلسة الثانية بعد 15 يوم. ناطرين لتكون جنان راقت وصارت قادرة توافع إجراءها بالمحكمة. لكن ما بقى عنا كتير وقت، ضروري نبلش نحضر للجلسة ولازم نعمل المستحيل لما نخلي جنانة تفوت على الحبس. ما هيك شباب؟ أكيد هيك. أعطوني ملف الجلسات اللي قبل، خليني أشوف شو نحكى. فضل. بس أنت فؤاد وكلا الدفاع؟ ما أنت كتب شهر العسل، ما حطينا لك اسمك. أصلاً ما كنا متوقعين ترجع بهالسرعة. بعدين ما توقعنا يصير هيك، افتكرنا جلسة جلستين وبتخلص القصة. طيب، حطوا لي اسمي معكم لجلسة الجهة. قدمت لها طلب إخلى سبيل؟ بيش هول؟ 12. بيش؟ 52 ألف للأستاذ. ميرسي كتير لك. شكراً. الله يرضى. خلينا بقى نشوفك. حسون ساعدوا فيهم على السيارة. الحمد لله يا رب. أكثر من السلامة. شو رأيك شايبوب؟ شو كنا عم نحكي؟ كنا عم نحكي عن خلص ماشي. رئيس شايبوب شو بك؟ انت عايز مصاري شيء؟ لا لا ابدا. ايه شو القصه لكان؟ يا اخي كنت جاي احكيك بخصوص ريم. شو بها ريم؟ خبروها عم تظهر مع غيرها. انا؟ لا يا رئيس لا. شو هالحكي هذا؟ وجهنا على الوجه؟ أصحى تكون عم تخبي علي. عم بتشك بصديقك شيبوب؟ أنا عم بحيره لصديقي سعد. قالوا لي إنه كنت قاعد على البحر مع بنت تانية. بنت تانية؟ أكيد لا. أنا كنت أكيد إنك ما بتعملها. هيك بس عم بسأل. هيدي البنت أمانة برقبتنا. بعدين بيا قبل ما توفى وصينا فيها. هيدي البنت من عزة مثل بنتنا وأكتر يا سعد. الله يسامع اللي خبرها. شكله من خربين البيوت. هيني لكن بخاطرك. لوين يا عمي بعدك واصل؟ في عندي بالبناية كم شغلة بدي صلحها، بدي روح أجيب لهم أغراضه. طيب روق روق تعال. شو عم تعمل؟ تاخذ معك هالغراضين. مش ضروري هلا يا زلمة. طول بالك. يا الله. هيدي خربت الجريدة هلا بيزعل الزلمة عم تلف فيها الخسي. بس توصل شيل خسي منها. لا 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 ما تعذب حيلك. سعد ما تعذب. شو عم تعمل؟ بكفي واحد خلص. سعد خلص بكفي عمي بكفي خلص. وبوش لي سلمى براسك. يسلموا ايديك. والله من عنده يرزق. انت وسلمى لكم فضل علي. هالدنيا دين ووفا. ليش انا بنسى الاكل والفواكه اللي كنت طلع لي اياها على الحبس بس تطلع لعندي؟ شفت؟ مش ضروري الواحد يكون عنده اهل ليكون ابن اصل. انت ابن اصل لو كنت يتيم وما بتعرف اهلك. اهم شيء يا امين ما بقى تدير دينتك لهالنسوان ال 30. بودا ما راح دير دينتي الا للنسوان الحلوين. الحمد لله لهيئة بنتكم اقتنعت تتخلص من الأدمان. إن شاء الله ما بتطول عنا. يعني منتقبل خير؟ أكيد مدام. إن شاء الله يا رب. رح ريحك أكثر مدام، واسمح لنفسي خبرك إنه أغلبية المرضى اللي بيجوا لعنا ما بيكون عندهم رغبة ليتقبلوا وجودهم بالمركز، بيكون الإدمان بعده عم يتحكم فيهم. وهيدا الشيء ما شفناه مع كارين. وأهم شيء بالعلاج يكون المريض مقتنع. هيدي بنتنا الوحيدة. نحن سلمناكم إياها وقلنا ملء الثقة فيكم. تسلم يا أستاذ. بقدرة الله بنتكم رح تشفى وترجع لكم بألف خير. إن شاء الله.
ولكن مني ضل مول هالمركز طالما أنا عايش. الله يخليك يا أستاذ، بس الحمد لله هيدا المركز في ست بتموله كفاية وموفية. فيك تعطيني رقمها واسمها لحتى أشوف بلكي بتقبل مساهمتي معها؟ شو اسمها؟ اسمها جنان نعوم. اجا لهون وحكي مع الماما بكل شيء طلب ايدي منها. هاي شو حلو، هاي خبرية حلوة، عقبال الفرحة الكبيرة. عقبال ما نفرح لك انت وكميل بعريس زغطور. هيك دغري يا طنط. ولك ايه هيك عالسريع احلى، تكبروا انتو وياهم سوا. وياهم؟ مين يعني؟ ولادكن. ولادنا؟ ليش كم ولد فكرك رح نجيب؟ عقد ما الله بيطعمكم. لا تانت، أنا وكميل حكينا بالموضوع واتفقنا أنه قبل ما نفكر نجيب ولاد لازم نشتري بيت ونفرشه. حلو كتير. وأنا شو بعمل؟ كيف يعني؟ يعني بكرة سارة رح تتجوز كمان وأنا بصير لوحدي. كيف يعني بدي كاني أقضي نهار كله بالبيت بين أربع حيطان؟ إذا بتريدي أنت وكميل فبركولي ولد تصير تسلى أنا وياه، وأنتو تبقوا عمهلكن عميت ألف مهلكن، روحوا فتشوا عبيت اللي بيعجبكن اشتروه وفرشوه. ماما هالحكي حلو كتير، بس هيدا كان يمشي أيام زمان عأيامك أنت والمرحوم بابا. هلأ كل شي تغير، يعني حتى الكوبلي يفكر يجيب ولاد على السريع بده يكون في مصاري، مش مليون ومليونان، تكون في مبلغ. ليش نحنا كان معنا مبالغ؟ كنا عايشين عقد حالنا، أنجأ ناكل ونشرب. ولا شو تجوزتوا لكان؟ وين كان دماغكن؟ انت شو بلا دماغ؟ بتعرفي؟ مزبوط، أنت قلتيها، أنا والمرحوم بي كنا بلا دماغ، لأنه كان لازم لما جبنا خيك نكتفي بالصبي. وما نضطر ليجينا البنت وتقلنا يا بلا دماغ. لا ما تصدقي يا بنتي عم بمزح. سارة ما في مثلها، تسلم لي عينها. يا ريت كل البنات مثلها. تقبرين ان شاء الله. حبيبتي يا ماما. تفضلي. ميرسي ميرسي كمان. ولك يا اهلا وسهلا بالعروس. هيك لكن طلع منه هالساعة. ايه نعم، فتح انعام وكشف كل شيء للمحكمة. غريب. شو في؟ ما لاحظتوا شغلة؟ بالأول جنان هي اللي كانت عم بتفتش على سعد وفات على حياتنا كلنا، وهلأ هو بذاته اللي خلص جنان من مصيبة كبيرة. شو رأيكم؟ مش قصة غريبة شوي؟ غريبة كتير. أوكي قصة غريبة، بس يمكن ما يكون فيها شيء مقصود. ويمكن يكون فيها. ما تنسوا أنه نحن لهلأ ما بنعرف ليه جنان سألت عنه، ولا بنعرف السبب يلي خليها تكذب وتقول أنه رشاد بتكون خالته. إيه والله مزبوط، نحن سألنا رشاد وقالت لنا ما بتعرفه. حتى أمين الناطور عنا هون صديقه لازم لسعد، خبرنا أنه سعد مش معروف من أهله، يعني ما عنده قرايب. طيب وليه ما رجعتوا حكيتوا سعد وسمعتوا رأيه؟ لأنه خواجة فؤاد بوقتها ما قبل أنه نحن نتدخل، قال في اسم حبيبته بالدق ونحن احترمنا رأيه. ما كان لازم تعمل هيك فؤاد، بالعكس، لأنه اسم حبيبتك بالدق كان لازم تكفي بالقصة للآخر لتعرف الحقيقة. فؤاد، في فكرة عم تبرم براسي، بس بتمنى أنك تتقبلها مني من دون زعل. نحن منعرف أنه خطيبتك هي كانت أول شخص ذكر اسم سعد قدامنا، وهي يلي عطيتك عنوانه وقالت لك انه محبوس برومية، وخبرتك انه رشاد ايوب بتكون خالته، مع انه رشاد لا بتعرفه ولا سمعاني فيه. وبعدين عرفنا انه سعد كان مغير اسمه ومسمى حاله فارس. وما تنسى انه انت يلي اخذته لعند جنان،
وهي قبلت تشغله عندها مع انه الزلمه كان محكوم بالحبس. بس ما كنا عارفينه مين بيكون. وشو بيأكد لك؟ شو قصدك مكرم؟ في علاقه بين خطيبتي وسعد؟ يا عمي تأخر كتير هالرجال، بصدق شغل لي بالي. ها هيدا هو أكيد. يا أمين هيدا أنت؟ ايه هيدا أنا. مين لكين؟ ايه الحمد لله. تعوافي. أهلا عمو. تفضلي يا مرة. عمي أنا وصيتك على علبة رب البندور، لشو هودي كله؟ ها بعد لك إياهم سعد. ليه أنت شفته؟ مرقت عليه كرمالك. خبرته إنه في ناس شافوه مع وحدة على البحر؟ ايه خبرته. وشو لقيت؟ ما في شيء. وقال اللي وصلك الخبرية كذاب وخرب بيوت. شفت يا ريم؟ أنا شو قلت لك؟ طب ليه ما عم يجينا معنا؟ عم بنام بالمحل. أخذني رخصة من البلدية إنه يبسط الخضرة على الرصيف. ما عاد فيه يفوتهم ويطلعهم كل يوم. شو؟ ريحتي بالك هلا؟ كفي أنت لف ورق العريش وأنا رح نضيف الخضرة وحطهم بالبراد. أوكي، تكرم عيني. يعطيك العافية. الله يعافيكي. لما عرفت انه صديقي سامر اخذ فرصته من المستشفى يلي انا وياه بنشتغل فيها، حكيت معه وطلبت منه بوقت فرصته يأمن عني الدوام بالعياده لكن ترجعت ووافق. ايه وشو يعني؟ يعني بعد يومين رح صير حر بوقتي، بنروح سوا على لبنان وبنطمن عبيك. كيف؟ عم تحكي عن جد رجي؟ اكيد. بحبك روجي، بحبك بحبك بحبك. وأنا كمان بحبك جنى. فؤاد انت شاب متعلم وبتفهم، كان لازم تضبط اعصابك مش تنفعل بهالطريقه. ما سمعته شو قال؟ يا خي مبلا سمعته. فؤاد ما كان قصدي هين خطيبتك، بحبها مثل ما بحبك. لا بدي تحبني ولا تحبها. خلصنا بقى، طبشتوني بشرفكم. فؤاد نحن بنعتذر خي. بس بدي الفت لك نظرك لشغله صغيره، تبقى انت بعدين لوحدك فكر فيها على رواق، مع انه انت كان لازم تنتبه لها بوقت الجلسه. كفي. هيدا الشاب اللي كان يشتغل عند خطيبتك تحت اسم فارس زيدان امبارح شهد بالمحكمة لصالحها تحت اسمه الحقيقي يلي هو سعد صالح. ولما انذكر هالاسم بالمحكمة ليجي سعد ويعطي شهادته، خطيبتك ما استغربت الاسم ولا حتى عملت ردة فعل وما تفاجأت. يعني يا حبيبي جنان كانت بتعرف انه اللي عم يشتغل عندها بيكون هو ذاته سعد صالح اللي طلبت منك تسأل عنه. فكر فيها منيح فؤاد. الو شو هالالو هي؟ بك شيء موتر؟ لا لا خال، كيفك حبيبي؟ الحمد لله ماشي الحال. على الله. ليك فؤاد انا بالمستشفى عند جنان. طمني كيفها هلا؟ والله يا خال بعد ما عرفنا شيء عنها. انا ورشاد واقفين قدام الاوضه، بس في عسكري واقف على الباب مش عم يخلينا نفوت لعندها. ايه بعرف خال، طبيعي يحطوه لحراسه. يلا انا شوي وبروح بشوفها. يلا بشربك حبيبي ما تتأخر. شو قال لك؟ جاي لهون. رح انزل جيب لي قهوة. لا ما إلي نفس عشي. خليك حدي بس. رح روح شوف جنان بالمستشفى. سلمنا عليها. خليك معها، نحن رح نكفي اجتماعنا على رواق وبس ترجع من خبرك شو رح نعمل. طيب ماشي، باي شباب. الله معك. شو
طيب انا جعت كثير، رح نطلب دليفري. اوكي شو عبالكم انتم؟ ماشي ماشي. طيب انا رح اطلب مشي. يلا نعمل رجيم احسن. سلمى سلمى، تعال شوفي من الصورة هون، هاي الجريدة اللي لفيت فيها الخسي. دخلي، مش هيدي الست اللي اجت من الوزارة وعطيتنا مصاري؟ قلت لها شوف يا شيبون. ايه والله مزبوط. ريم خدي خدي بنتي قري لنا شو مكتوب على الصورة. توقيف فتاة تدعي أنها ابنة الدكتور رأفت نعوم، كانت تخطط للاستيلاء على إرثه. ايه؟ يعني وين عم تقري؟ عم قلك قري هون هون على الصورة. ما أنا هون عم بقرا. رقوا يا جماعة شوي، ريم عدي لنا شو مكتوب على الصورة إذا بتريدي. حاضر عمو. توقيف فتاة تدعي أنها ابنة الدكتور رأفت نعوم، كانت تخطط للاستيلاء على إرثه. بنت الدكتور رأفت نعوم؟ يعني هي البنت زيتا اللي كان يشتغل عندها ساعة؟ هي والله مزبوط. هاي هي اللي راح ساعد على المحكمة ليشهد كرمالها؟ هي بزيتا. الله يرضى عليك، قري لنا شو كاتبين عنها. أنا جبان، كان لازم أحكي الحقيقة، كان لازم أقول لأمين إني بحبها لجنان. بس أنا شو يعني؟ شو راح استفيد زعلت له؟ هيك هيك جنان مش لكشتني أصلاً، بتحبني بس من بعيد لبعيد، بس ولا ممكن تقبل تتجوزني. هي بنت غنية وبنت دكتور، وأنا فقير معطر ابن شارع. بس ريم غير، ريم مع كل فقري وتعتيري بتحبني. خلص لازم شطب على جنان وركز على ريم، هيدا اللي بيفيدني هلأ. سيارة خالي مش هون، ظاهر ظهروا؟ ايه مزبوط، اخذ الست رشاد على السوق، قال من بعد ما يخلصوا رح يقطعوا على المستشفى عند دكتور رأفت يطمنوا عنه. وجنان راحت معهم او بالبيت؟ لا بالبيت. يعني جنان لوحدها هلا؟ اكيد لا استاذ. مين معه؟ انا معه. مهضوم فارس. مش حتصدق يا خالي، معقول النطور اللي انا عملت المستحيل تلاقي له شغل يعيش منها واخذته على مسؤوليتي الخاصه ليحمي جنان من الرجال تطلع النتيجه انه ضارب عينه عليها؟ يا ابني انا قلت لك وما صدقتني، جنان حلوه والبنت الحلوه كل الشباب يستحلوها. بس انا فهمته انه جنان بتخصني. شكله ما فهم. اذا كانت هالبنت بهمك امرها لازم انت تحميها بنفسك، ما بقى تتكل على حدا. طلع معك حق يا خالي. مش عم صدق، معقول المكتوب بهالجريدة؟ هلا معقول او مش معقول مش هيدا المهم، المهم انه سعد امبارح راح شهد بالمحكمة كرمال هالبنت، وإذا كان المكتوب عنا بالجريدة مزبوط، يعني راح يفكروا انه سعد فايت معها باللعبة، وأكيد راح يجوا بيلقطوه. يا دلي عليك يا سلمى، شو عملتي بحالي؟ أمين، لك سعد كان يجي وينام عنا هون بالبيت، يعني إذا الدارك استشبهوا فيه يمكن يجوا ياخذونا لإلنا كمان. نعم؟ إيه مين بيعرف؟ مش يمكن يكون المصريات اللي عطتنا اياهم يكونوا دفع على الحساب بينه وبين سعد؟ دخيلك طنط، انا كتير خايفه. لك ليش انا من شو بشكي؟ دخلك شو بيك انت بالع لسانك واحكي لك شي كلمه تريحنا. شو بدي احكي وكسلنا؟ ما انا خايف اكثر منكم. ايه وشو رح نعمل هلا؟ روحي انت وريم انطريني عندها بالبيت. ايه طنط دخيلك، خايفه روح لحالي. طيب وانت؟ أنا بدي أخذ الجريدة وأطلع على المكتب لفوق لعند الأستاذ كميل، بدي خبره شو صاير معنا وشوف شو رأيه. إيه عفاك عمو أمين، شو قولك؟ مش لازم نخبر سعد كمان؟ أهلا
انت كمان قررت تتخلى عني؟ لا لا ماما، انت غلطانة. انا ما رح اتخلى عنك، بتعرفي ليه؟ حتى الناس ما يقولوا اني طلع لك. ما رح اغلط نفس الغلطة اللي غلطتيها لما تخليتي عن البابا، لما اتفقتي انت واهلك عليه لا تجيبوا اجله، لا تحطموه، لا تموتوه من القهر محروم من شوفة ولاده. مش عم بفهم من جاي بهالحقد كله، عن جد مش عم بفهم. لا بدك تفهم، انا تخليت عن بيك لانه فكرت انه في رجال بهيدا البيت اللي هو انت، بس طلعت غلطانة. الرجال اللي انا خلفته طلع افشل من بيه. مين برأيك فاشل بهالدنيا؟ يلي غلط وكمل بغلطه ودمر عائلته، او يلي غلط وصلح غلطه وتجوز واسس بيت جديد وعيش حياته بكرامة؟ انا قررت ما عيش مثلك، رح عيش مثل بيي ورح افتح بيت جديد واتجوز واعمل عائلة، بس من دون ما اتخلى عنك، لانه بتضلك امي، ولو شو ما عملتي رح بتضلك امي. هيدي الست قبل ما تفل تركت معنا مبلغ كتير كبير من المال، قال هيدا مساعدة من الوزارة مطرح ما بتشتغل، ونحن مثل الهبلين أخذناه. واليوم لما شفنا صورتها بالجريدة وقرينا إنها كذابة وعاملة حيلها بنته للدكتور لتورته، تذكرنا إنه عطيتنا مصاري، وتذكرنا كمان انه سعد كان يشتغل عندها وراح المحكمة وشهد معه. بصراحة خايفين ليكون مشترك معه باللعبة، ويمكن عطيتنا هالمصريات لتشتري سكوتنا، يعني رشوة ليكون سعد مرتاح معه بالشغل. بعتقد بلشت الحقيقة تبين. ضروري نجتمع بسعد ونخبره لنشوف ردة فعله بأسرع وقت. معلم أمين، وين بيكون سعد هلأ؟ لازم بالمحل. مشوا لعنده. بس بالأول بدي أحكي مرضي إني رايح معكم. شو خايف تعيط عليك؟ مشي. أنا خايف. تفضل تفضل. عند حدا؟ لا سيدنا. مازال جنان، الحمد لله على السلامة. إن شاء الله صرتي أحسن. أحسن. مرسي كولونيل. مع إنه قرار المحكمة بيقول إنه ما إلك علاقة ببيت نعوم، بس رح أسمح لنفسي أقول لك جنان. مش لأني مقتنع إنك من بيت نعوم، بس على قليل الدكتور رأفت كان مقتنع إنك أنت، وأنا شفت بعيوني هالشي. جنان، أنا جيت لعندك لحتى ساعدك وقوة بحدك، ما تسأليني ليه؟ مش وقتها، بعدين منحكي. بس بتمنى عليك إنك توصي فيي وتخبريني كل شي عنك. بدي أشوف رشاد. رشاد اللي تشتغل عندكم؟ تكرمي.
بس قبل يا ريت إذا بتعمل معروف تشلي أيدي من إيدي، لأنه أكيد رشاد ما رح تتحمل تشوفني بهالمنظر. مع إنه هيدا الشيء ضد القانون، بس حاضر رح نفذ لك طلبك تفرجيك قديش أنا بوثق فيك. ست رشاد تفضلي، بنت بدها تشوفي. في فوت معها؟ بعتذر منك، هي لوحدها. شو بصير إذا فتت؟ مش معقول الدولة بتضل تحط عصي بالدولية. بحياة عينك يا وطن، في عصبك سؤال؟ تفضل. شو عم بيصير جوا؟ المقدم عم يحكي مع البنت. طيب ليش اخذوا الست اللي كانت معي؟ هالقد ما بعرف. ولا انا بعرف. طلعنا اثنيناتنا ما بنعرف. دخلك شو قاعدين نعمل هون ما زلنا ما بنعرف. خال؟ يا عيون خالك. قل لي حبيبي طمني، شو عم بيصير؟ انا اللي جاي اسالك. وحياتك يا فؤاد، أنا مثل الأطرش بالسقفة، صرنا من الصبح واقف هون ولحد هلا بعدني يا غافل إلك الله. طيب خليني فوت شوف شو القصة وبرجع بخبرك. فوت خالي فوت. فوت وتطلع بالسلامة. لحظة لو سمحت. سيدنا محامي فؤاد العالم برا. يا خليه فوت. يا ريت حدا يخبرني شو عم بيصير. الكولونيل وعدني انه يساعدني بس خبرني كل شيء. كل شيء مثل شو يا مجنونه؟ ليش نحن شو عنا تنخبره؟ والله انا ما اقدر وضعكم يا جماعه. مش مهم تقدر وضعنا، بدنا اياك تصدقنا. بصدقكم. لا وهيك يا بنتي، بوس ايدك وهيك تحكي، اذا لحقتي وحكيتي رح تتغير حياتك وتتغير. وين المشكله؟ صرت كسب على حالي وعلى الناس. رشاد انا تعبت، صرنا 15 سنه عايشين بالكذبه. صرت اتمنى لو حياتي بتتغير من كل قلبي. انا بدي احكي، بدي ارتاح، بدي اخلص بقى. حبيبتي صدقيني، انت مش عارفه شو ناطرك اذا لحقتي وخبرتيهم السر. تفضل. كيفك كمان؟ اهلا. طمنيني عنك. منيح اني جيت فؤاد. شوفي جنان كان بدها تخبر الكولونيل انه رشاد. انا فهمتكم انه ما بينحكى شيء بغيابي. بعتذر منك كولونيل، بس نحن عندنا جلسه الاستئناف ومن حق لموكلتي ما تحكي شيء الا بالمحكمه. اكيد هيدا حق، انا كنت بس عم جرب ساعدكم. نحن بنشكرك بس ما رح نجاوب على اي سؤال قبل الجلسه. ايه مظبوط، هيدي هي صورتها. يعني بنت الدكتور اللي اشتغلت عندها؟ هي بذاتها. فيك تسأل استاذ مروان عنها، هو كمان كان بالمحكمة وشافها، كان عم يدافع عنها كمان. بس فيكم تخبروني شو صاير لحتى كلكم جايين لعندي سوا؟ شغلتولي بالي. رئيس شيبوب، فيك تخبرني شو القصة؟
رح فهمك كل شيء سعد، بس روق شوي. هيدي البنت ما طلعت بنت الدكتور رأفت الحقيقية. نعم؟ بنت مين لكن؟ لا يا أستاذ لا، اسمحوا لي فيها. معلوماتك ومعلومات اللي خبروك كلها غلط بغلط. أنا كنت عايش معهم بالفيلا وتعرفت عليها وعلى بيها الدكتور. وحياة عيوني كنت أحسدهم على محبتهم وعطفتهم لبعض. ما عنا شك ابدا بكلامك يا سعد، اكيد انت عشت معهم فتره وشفت اسلوب حياتهم، بس في حقائق بتاكد عكس هالكلام. رح تهبلوني يا جماعه، هدول جماعه خواجات، ما بينحكى عنهم هيك عيب. سعد، انت معك خبر انه البنت موقوفه؟ شو؟ موقوفه؟ نقلوها على المستشفى وحاطين درك على باب اوضتها، مشتبهين فيها انها محتاله، لانها عملت فحص الدي ان اي يعني الحمض النووي. وبين إن منا بنته للدكتور رأفت الحقيقية. مش عم صدق. والله العظيم ما عم صدق، معقول؟ إيه يا سعد. اللي عم يحكوه الأساتذة مظبوط، يمكن أنت ما بتحضر الأخبار، بس قصة هالبنت هزت الناس كلها. إيه طيب، وأنا شو إلي علاقة حتى جايين تخبروني؟ هيدا اللي نحن جايين نعرفه منك. شو إلك علاقة؟ أمي بعتت لي مجدرن، قوم ناكل. رجاء شو هيدا؟ شو بيك مرعوب هيك؟ أول مرة بتشوف سلاح؟ بشرفك. ليك من لقطة. أخذتها بسعر لقطة. أنت حكيم جراح، شو بدك فيه لهالسلاح؟ حبيبي، ما تنسى أنا ابن مين. كل شباب عائلتي كانوا بالأحزاب وحملوا سلاح. نعجبك نحن. شو عم تعمل يا مجنون؟ هاي أكلت رعبة، لشو تاكل مجدرة؟ مش حلوة أبداً نكتر وجه. سوري مان. ما تخاف. ما رح أقتلك. جايبه لأنتحر. روح انتحر عن غيري، مش فاضي نظف وراك. مش عم بمزح هالمرة، عم بحكي عن جد. عايشين قبالك يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع العبرة وفى العشرة رغم الزمان الضايع في أيام بتعطي الدروس والوقت بيهدي النسيان ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب التعبان العبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع العبرة بوفى العشرة
الحلو بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. أيام الحلو بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. والعبرة مش بالكترة واللي راح ومش راجع، عبرة بيوفى العشرة رغم الزمن الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك جابو